المركز الإعلامي في جبهة إنقاذ الثورة يكشف بالوثائق عن أكثر من 145 مليون ريال فارق بالنقص بين إجمالي الحصيلة الفعلية والمبالغ الموردة لإيرادات غرامات المخالفات المرورية للسنة المالية 2012. نتابع. ما زال المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة يكشف التجاوزات والاختلالات لحكومة الوفاق ووزارتها ومرافقها الحكومية. هذه المرة نشر المركز الإعلامي وثائقا تكشف عن وجود فارق النقص يقدر ب 145 نصف مليون ريال، وبين إجمالي الحصيلة الفعلية لإيرادات غرامات المخالفات المرورية لعام 2012 من واقع الحساب الختامي للسلطة المحلية البالغة نحو 68 مليون، وبين إجمالي المبالغ الموردة لحساب السلطة المحلية. الوثائق عبارة عن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تضمنت نتائج مراجعة الحساب الختامي للدولة لعام 2012، حيث أظهر الحساب الختامي للسلطة المحلية لسنة المالية عام 2012 المبالغ الموردة إلى حسابات السلطة المحلية من غرامات المخالفات المرورية في بعض المحافظات بمبالغ أقل مما ورد في الكشف المقدم من الإدارة العامة للمرور. التقرير نوه إلى أن المبالغ الموردة من غرامات المخالفات المرورية إلى حسابات السلطة المحلية من قبل كل من الإدارة العامة للمرور ومركز الإصدار الآلي في أمانة العاصمة بإجمالي مبلغ وقدره 21.5 مليون ريال، إلا أنها لم تظهر في الحساب الختامي للسلطة المحلية للسنة المالية عام 2012. وذكر التقرير إلى أن استمرار قيام إدارات المرور بالوحدات الإدارية بتجنيب مبالغ من إيرادات غرامات المخالفات المرورية المحصلة بنسبة تتراوح ما بين 30 و50% والرسوم الأخرى وصرفها حوافز لصالح منتسبي أجهزة المرور، حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه من مبالغ مجنبة خلال السنة المالية عام 2012 بمبلغ نحو 140 مليون ريال. وألفت التقرير إلى تدني عدد المخالفات المرورية التي تم تحصيلها في محافظة لحج خلال السنة المالية عام 2012 والبالغة 693 مخالفة، وتمثل نسبة 22% من إجمالي عدد المخالفات المسجلة خلال العام والبالغة 3107 مخالفة، الأمر الذي يشير إلى قصور إدارة المرور بالمحافظة في متابعة تحصيل وتوريد غرامات المخالفات المرورية.